استمرار ردود الأفعال المستنكرة لحجم الفساد الذي ظهر في جلسة استجواب العبيدي، وجدل حول المنع المؤقت لسفر المتهمين. برلمانيون ينفون اتهامات وزير الدفاع ويتوجهون إلى القضاء لتبرئة ساحتهم من تهم الفساد. فصول جديدة من المعاناة يعيشها نازح الشرقاط، وتوقعات أممية بنزوح مئات الآلاف من الموصل. المعارضة السورية تواصل معاركها لفك الحصار عن مدينة حلب، والنظام يرد بقصف المدنيين.